أنني نجم. السلام عليكم. اليوم الحمد لله تيتسجل بواحد الميدان من ذهب الحاج فوزي قيدوم السياسي بالمنطقة. شكرا لجمعية القلوب الرحيمة، شكرا لقطعة سيدي بليو هذا. واليوم كاين القيدومين، كاين الناس اللي اجي معنا في السن، كاين الشباب وكاين البراعم المستقبل. اذا واحد المزيج من المجتمع المدني. شكرا للمجتمع المدني اللي ساهم حتى هو في هذا اليوم هذا. هادشي بسيط الحاج حقك. نعطي واحد الكلمه بسيطه للحاج فوزي ومن لا عطينا بعدا كلمه، يعني باش نسمعوكش. هاد الوليدات الصغار هادو ديال المستقبل ان شاء الله، تفضل. انا ما خليتو ليا ما نقول، والله ما خلى ليا غير شي حاجه. كنشكرو الشرعيه ديال القلوب الرحمه، تكون الرئيس تكون الاعضاء تكون كل شيء. صغور اللي ساهمت في هذا وكانت في التنظيم معنا طيلة الأسبوع، كلمة أخت صغور قولوا بالرحيمة. السلام عليكم جميعا. كي كتشوفوا اليوم احنا في واحد انا كنسمي عرس بالنسبه لهذا السيد هذا اللي هذا السيد المناضل، ويعني جاهد ابصري مع ساكنه المدينه القديمه. اصلا هو راه ولد المدينه القديمه، يعني من هذا المنبر كنبغي نحييه بحراره وكنتمنى ليه الصحه وطول العمر ان شاء الله. وكنشكر مقاطعه السيد بليوط الشخص رئيس السي الناجحي اللي ساندنا والاخوان ديالنا السي عبد الرحيم الرازي ولا السي مبروك، كنشكرهم من هذا المنبر وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ومسير موفقه للجميع. كانت مغادرة مغادرة تكريم الحاج الفريق قيدوم المستشارين على خطا واحد مجموعة ديال المجالس قطعة السجود كيتكون الساكنة، وهذا كيدل على المواطنة ديالو، كيدل على العمل اللي قام به طيلة هذه المدة، وأنا أشهد بها دائما كان يلح على خدمة الساكنة. طلباته دائما هي في خدمة الساكنة، ما كيطلبش شي حاجة لنفسو، ولكن كيطلب دائما الساكنة. لهذا من هذا المنبر هذا وهذا اليوم الكريم هذا يعني أحييه، أتمنى له طول العمر بالصحة والعافية. ولكن كنقول له بأن المشوار السياسي راه ما كينتهي، الإنسان ماشي بحاله بحال المهنة ولا الحرفة ولا الوظيفة كتنتهي في واحد السن. العمل السياسي كيبقى دائما مستمر، ولو حتى الانسان ما كيتقاعد يعني من العمل الانتخابي، دائما كيبقى في خدمه الساكنه بالتواصل ديالو بالعمل ديالو. فمره اخرى كنتمنى ليه طول العمر طول الصحه، وهو دائما معنا في هذه المجالس سواء كنا احنا ولا كان غيرنا، دائما يبقى في خدمه الساكنه، واحثه على هذا الامر هذا
يبقى دائما في تواصل مع المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله. هو بالحقيقة أنا أولا غير كنبغي نشكر الفعاليات اللي قامت بها التكريم، لأن الحاج فوزي يستاهل كل الخير من هذه المقاطعة ديال سيدي بليوط، لأنه أولا ابن المدينة القديمة، هذه هو أولا قبل ما يكون فاعل سياسي فهو فاعل جمعوي. صداقة كتربطني به هذه واحد المدة ديال 30 سنة، كل عطاء الناس في المدينة القديمة كتعتبروا أخ الكبير ديالنا، فكنشكر الإخوان اللي داو هذه المبادرة، وكنعتبر أن هذه المسألة هذه تكون إلا بداية المسار ديالو الحياة، لأنه التكريم في الإنسان في الحياة ديالو هو الأهم، لأنه كتعطيه واحد القيمة اللي كيستحق. كنتمنى ليه التوفيق من عندي أنا والمزيد من العطاء إن شاء الله، وشكرا. الرحمن الرحيم، هذا اليوم جميل، التكريم ديال الحاج فوزي، شكرا لجمعية القلوب الرحيمة، شكرا للمجتمع المدني، شكرا لمقاطعة سيدي بليوط. إذا هاد الوليدات راه فرحانين بالاحتفاء بقيدوم السياسيين بالمدينة القديمة الحاج فوزي، تنتمناو ليه الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. شكرا عليكم زول فتوحي، رئيس جمعية القلوب الرحيمة الدار البيضاء. اليوم جينا عندنا واحد التكريم ديال واحد القيدوم من قيدوم ساكنة المدينة القديمة اللي عطى الكثير يعني من أجل هذه السكينة، وكي كنشوفوا اليوم كنسمينا عرس، هذا ماشي تكريم بالنسبة، هذا شيء قليل في حقه، ومي كنشكره وكنتمنى ليه طولة العمر إن شاء الله. وكنشكر مقاطعة سيدي بليوط شخص رئيسها سي عبد الحق الناجحي لأن ساندنا في هذا النشاط، وكنشكر جميع الإخوان وكنقول لهم كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وشكرا. هاجوا معنا هنا بابا، هاجوا عندنا حدا حاجه، عطي الحاج فوزي كنشوفوا واحد الدور هكا حاجه، شوفي دوري الحاج هنا، دوري الحاج هنا، هاجي يا بابا هنا، هاجي شوف تما، هاجي سلي 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 هاجي سلي 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 س